وها هم أبناء الإصلاح اليوم على عهدهم وعلى أثر من سبقوهم يتسابقون إلى نصرة اليمن والتضحية لأجلها وحراسة جمهورية الشعب ودولة المواطن. وقد أثبتت العقود الثلاثة الماضية أن الإصلاح كان بحق، وعن جداره هو الرائد الذي لا يكذب أهله ولا يخذلهم حين يتعرضون للمحن. في هذه المناسبة والذكرى تطغى لغة المشاعر والحب لأخاطب بها إخواني وأخواتي من رجالات ونساء الإصلاح الأبرار. أمل اليمن وخيرة فرسانها ونخبة خلاصها وخيوط شمسها التي أضحت لحظة إشراقتها الخالدة قريبة بإذن الله.